أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل غاز مسيل للدموع على طالب لجوء رشقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا على الحدود مع بيلاروسيا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية التي أفادت بإصابة شرطي بجروح بالغة. هذا ونددت موسكو بالسلوك البولندي ضد اللاجئين وصفة إياه أنه غير مقبول. هل دقت ساعة ترحيلهم بالقوة ونهاية حلم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لنيل حقوق لطالما سمعوا عنها؟ على الحدود البيلاروسية البولندية خراطيم المياه وغاز مسيل للدموع لدفعهم بعيدا ليعودوا من حيث أتوا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ندد باستخدام بولندا قنابل الغاز واصفا تصرفها بغير المقبول. إن سلوك الجانب البولندي غير مقبول على الإطلاق. أعتقد أن استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وإطلاق النار فوق رؤوس المهاجرين يظهر الرغبة في التغطية على إساءاتهم. من جانبه اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بفتح حدودها أمام المهاجرين لابتزاز دول الاتحاد. وبعد تلويح من بيلاروسيا وتهديد بقطع الغاز على دول الاتحاد، خرج وزراء الخارجية في اجتماعهم في بروكسل بقرار يفرض عليها عقوبات جديدة. ولتشديد الخناق أكثر على طالبي اللجوء، تنسق فرنسا وبريطانيا لمنع تدفق اللاجئين إلى بلديهما. طالبو اللجوء الهاربون من الحروب قدموا إلى أوروبا بحثا عن الأمان وعن عيش كريم، يقولون إنهم حرموا منه في بلدانهم. تتقادفهم اليوم حسابات سياسية ومصالح اقتصادية. عبور هذا السياج قد يكلفهم حياة. الآن سنعود إلى الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية، ومعنا من هناك لإطلاعنا على الوضع ماكسيم العيسى مراسل التلفزيون العربي، وأيضا من موسكو سيكون معنا محمد حسن. مرحبا بكما. فلنبدأ بداية من الحدود البولندية البيلاروسية. ماكسيم، ما الذي حدث اليوم بالتحديد على الحدود وتلك المواجهات التي شاهدناها بين قوات الأمن البولندية واللاجئين والنازحين الموجودين هناك؟ نعم بدر، في الحقيقة هناك تشديد أمني قوي ومكثف من قبل السلطات البولندية على طرف الحدود من جهة بولندا. هناك تعزيزات كبيرة ما تزال تتوافد إلى المنطقة الحدودية حيث يتجمع اللاجئون طبعا على الطرف الآخر من الحدود من طرف بيلاروسيا. الصحافة والإعلام منعت من الدخول من الجانب البولندي. هناك تشديد أمني، ويعني تمكنا من الوصول إلى نقطة يعني قريبة جدا من منطقة كوزنيشكي التي هي متاخمة للحدود البيلاروسية على بعد 3 أو 4 كيلومتر، لا يمكن بعدها للصحافة والإعلام أن تقترب أكثر. هذه هي تعليمات السلطات البولندية فيما يتعلق أيضا بحالة الطوارئ المطبقة حاليا. يعني وسائل الإعلام البولندية تحدثت عن أن الجانب البيلاروسي هو من يدفع باللاجئين للقيام باستفزاز الجنود البولنديين على الجهة الأخرى، وأشارت الأنباء أيضا إلى أن هناك يعني وسائل الإعلام البولندية أشارت إلى أن هناك إصابات بين جنود البولنديين. وهذا ما استدعى اليوم حقيقة، شاهدت عشرات السيارات، سيارات التي تنقل الشرطة، عناصر الشرطة البولندية إلى الحدود، وكذلك عربات كثيرة للجيش البولندي الذي يمتد على طول الحدود بدل حقيقة حوالي 400 كيلومتر. هناك تقريبا أكثر من 1200 نقطة تفتيش للجيش البولندي. السلطات البولندية تقوم بالقرب من الحدود من كافة المعابر بتفتيش كافة السيارات المدنية طبعا التي تذهب وتخرج من هذه المدن والقرى الحدودية. فقط يسمح لأصحاب المكان أو من يسكن هذه المناطق بدخولها، أما ما تبقى فتتم إعادتهم. وأيضا عندما تخرج عربة أو سيارة من هذه المدن الصغرى على أطراف الحدود يتم تفتيشها بشكل جيد تحسبا لوجود أي لاجئين معهم ينوون عبور بولندا باتجاه ألمانيا على الأغلب. الوضع الآن يتجه حتى الآن هو
مشدد أمنيا، هناك رقابة كبيرة للسلطات البولندية على وسائل الإعلام، على المنظمات الإنسانية، المنظمات الحقوقية. لم يتمكن أحد من عبور حاجز الخمسة كيلومتر لنقل إن صح التعبير باتجاه الحدود من جهة بولندا. كل ما نشاهده ونراه من صور في وسائل الإعلام والوكالات هي من طرف بيلاروسيا. هذا هو الحال حقيقة. طيب. ولا أنباء جديدة ولا تصريحات جديدة من جانب أي من الجهات الأوروبية، حتى الاتحاد الأوروبي وأيضا ألمانيا أيضا لم تكن هناك رسائل واضحة متعلقة بمصير هؤلاء الذين يعني ما يزالون عالقون. طيب. على انتقل الآن إلى موسكو. ماكسيم محمد حسن من موسكو. موسكو كما شاهدنا واستمعنا اليوم نددت بطريقة التعامل البولندية الأمنية مع اللاجئين هناك، لكن هي نفسها موسكو متهمة بالتسبب بطريقة غير مباشرة في محنتهم على الحدود البيلاروسية البولندية. متهمة فعلا وترفض هذه الاتهامات، بل وتقول أن الحروب التي خاضتها الدول الغربية سواء في العراق أو في سوريا أو في الدول الأخرى التي ينزح منها هؤلاء المهاجرون أو اللاجئون، هذا هو السبب الحقيقي والجذري لموجات اللجوء هذه. على كل تبقى هذه التصريحات أمام الإعلام وفي المناكفات السياسية الكلامية بين قادة روسيا وبيلاروسيا من جهة وقادة الدول الغربية من جهة أخرى، ويبقى اللاجئون على الحدود ضحية ربما هذه المواجهات السياسية. ولكن لابد من لفت الانتباه إلى الاتصالات الهاتفية التي تجري في هذه الأيام بين ميركل وبوتين. أولا جرى اتصال هاتفي، ومنه فهمنا بأن ميركل كانت مستعدة للحديث مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهذا ما حصل فعلا يوم الأمس، واستمر الحديث لخمسين دقيقة وكان الموضوع حول اللاجئين. والأهم ربما من ذلك الاتصال الهاتفي الموازي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث جرى الحديث ليس عن اللاجئين هذه المرة بقدر ما كان عن توترات والتوتر العسكري في جنوب شرق أوكرانيا والبحر الأسود وتحركات حلف الناتو هناك. وحسب بيان الكرملين جرى الحديث عن هذا الموضوع وعدم ارتياح الجميع لهذا التوتر. هذان الاتصالان الهاتفيان يدفعان الكثير من المراقبين الروس والمتابعين والصحافة للقول أو النظر إلى أنه ربما يكون هذان الأمران متصلان. حلحلة وهدوء الأوضاع وتخفيف التحرك العسكري للناتو بالقرب من الحدود الروسية عند البحر الأسود وجنوب شرق أوكرانيا قد يكون موازي لحلحلة موضوع اللاجئين والاتفاق مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إعادتهم إلى بلادهم، وبهذا تنتهي أزمة اللاجئين. وطبعا تبقى كل هذه الأمور هي محض تحليل ومتابعة من الكثير من المتابعين والصحفيين والمراقبين هنا في روسيا. شكرا جزيلا لك محمد حسن من موسكو، وماكسيم العيسى من الحدود البولندية البيلاروسية.